أما بعد، معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة اسم القمر، معالي الأستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، معالي الأستاذ الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد شوقي زهران النائب السابق رئيس جامعة المنيا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الجمع الكريم من السادة الخبراء المعنيين بجودة مؤسسات التعليم العالي من مصر والعالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هذا المحفل العلمي الكبير والمتمثل في المؤتمر الدولي الأول لمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج والمعنون الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال وضمان الجودة. يشهد العالم العربي حاليا تغيرات متلاحقة وتحديات كبيرة تتطلب الأخذ بمتطلبات العصر لتحقيق جودة مخرجات التعليم العالي بما يضمن الريادة والتنافسية العالمية، ومن هذا المنطلق يأتي هذا المؤتمر الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال وضمان الجودة بهدف تبادل الخبرات بين الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي في مجالات ضمان الجودة واقتصاد المعرفة وريادة الأعمال، سعيا وراء تحقيق التميز من أجل النهوض بالتعليم والمنافسة في سوق العمل والوصول إلى تصور لما ينبغي أن تصل إليه الجامعات العربية من قدرة على القيام بأدوار فاعلة في عصر اقتصاد المعرفة، وما ينبغي عليه القيام به لإعداد كوادر قادرة على سفر أدوار عالم ريادة الأعمال مسلحين بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، قادرين على المنافسة، متحلين بمهارات التفكير الإبداعي والناقد، قادرين على مواصلة التعلم مدى الحياة، متقبلين التغيير والتجديد، يستوعبون كل جديد في مجال تخصصهم، يملكون مهارات الوصول إلى المعرفة وتعظيم الإفادة منها. إن هذا المؤتمر يأتي تفاعلاً مع الثورة الرقمية وما ترتب عليها من ريادة الأعمال وضمان الجودة والازدهار والنمو غير المسبوق في مجالي اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال على الساحة الدولية للتميز وضمان الجودة. وإذا كان هذا هو الجيل الذي نطمع في إعداده في جامعاتنا العربية، فإن هذا الهدف الراقي لا يمكن تحقيقه بعيداً عن تحقيق معايير ضمان الجودة ورفع القدرة التنافسية لجامعاتنا العربية والارتقاء بتصنيفها إلى مصاف الجامعات المنتجة للمعرفة من جامعات المستوى الأول. إن محاور وموضوعات هذا المؤتمر تأتي في إطار التطلعات الدولية ومسيرات رفع الحضارة من أجل النهوض لتحقيق التميز في الأداء بمستقبل التعليم ومخرجاته في الجامعات العربية. وإننا لعلى يقين أن إسراء أعمال هذا المؤتمر بخبراتكم في الموضوعات المطروحة سيكون له بالغ الأثر في خلق رؤية إبداعية جديدة تحقق ما يهدف إليها هذا المؤتمر، سائلين الله